رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. راح نتكلم في هذه الفقرة عن مبادرة ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع الطالبات، وهي مبادرة تسعى لصقل مهارات المبدعات منهم باستخدام أساليب البحث العلمي، واللي تسعى إلى تحقيق أهدافها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير مناهج إلكترونية مساندة وتوظيفها بما يخدم العملية التعليمية. راح نتكلم بشكل تفصيلي عن هذه المبادرة مع ضيفتي، لكن قبلها خلينا نتابع معاكم هذا التقرير. من بعد ما تابعنا هذا التقرير نرجع مع ضيفتي في الاستديو الدكتورة عايشة الهولي، منسق عام مبادرة ابتكار الكويت. حياك الله معنا دكتورة ومنورتنا في شاي الضحى. حبيبتي يعطيك العافية وشاكرة الاستضافة الجميلة، يعني منورتنا. في البداية دكتورة ودنا نتكلم عن مبادرة ابتكار الكويت، شنو هي هذه المبادرة؟ طبعا هذه مبادرة من مبرة السعد، مبادرة تعليمية تدريبية تهدف فيها هدف سامي حق مستقبل الكويت، خاصة أن هي تهتم في فئة من الطالبات الموهوبات المبدعات، تحاول أنهم تسقل مواهبهم ومهاراتهم في عملية البحث وعملية المعرفة والبحث العلمي. نعم، شنو الهدف الأساسي من هذه المبادرة ومن الفكرة المميزة في اهتمامكم في الجانب العلمي والبحث العلمي للطالبات؟ طبعا هذه ولله الحمد للسنة الرابعة على التوالي أن في هذه المبادرة تقدم مسابقة، هي مسابقة ابتكار الكويت. حلو. هذه المسابقة حق 3 مراحل دراسية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، وكل مرحلة فيها مسابقة تكون خاصة فيها تناسب الجوانب النمائية والقدرات المعرفية والعقلية حق الطالبات في هذه المرحلة. نعم، أنتم مغطين يعني أكثر من مرحلة ابتدائي ومتوسطة وثانوي مثل ما ذكرتي دكتورة، وأكيد القدرات عندهم من مرحلة لمرحلة تختلف، فشلون قاعد تفصلون بينهم كطالبات من مثلا المرحلة الابتدائية للمتوسطة؟ أكيد المسابقة وشروطها راح تختلف من أكيد. فئة لفئة. بالنسبة يعني بالنسبة حق اختلاف المسابقة من مرحلة لمرحلة، يعني مثال أعطيك إياها المرحلة الابتدائية. مسابقة المرحلة الابتدائية هي مسابقة قصص الخيال العلمي، ومثل ما أنتم عارفين أن مثلا أي أسلوب حابين أن احنا نوصله حق الأطفال في هذه المرحلة يكون بالقصص، يكون قريب منهم. فتهدف هذه المسابقة وأساسا عنوانها قصص الخيال العلمي، معناته أنا راح أدمج الأدب الفكري واللغة العربية والفصحى مع الخيال العلمي، لأن الهدف الأساسي من المسابقات كلها جانب علمي. ففي بداية أن احنا ندخل الطالبات حق هذه المسابقة نعطيهم برنامج تدريبي، يمكن شفت وضح التقرير اللي قبل، أعطيناهم برنامج تدريبي متكامل لمدة استمر 3 أيام. مو بس الطالبات، عطينا الطالبات وكذلك المعلمات اللي قاعد يشرفون عليهم. نعم، أنا لاحظت أيضاً يعني تواجد المعلمات في الدورة التدريبية اللي قدمتيها لهم. شنو أهم الأمور اللي قاعد تركزون عليها في تدريب الطالبات؟ أهم الجوانب، خلينا نتكلم عن كل مرحلة وفيها جوانب اللي إحنا ركزنا فيها. يعني إحنا مثل مرحلة الابتدائية ركزنا على قصص الخيال العلمي، على الإبداع، على طريقة التعبير الإبداعي، طريقة وقفتها وكلامها وشلون إن هي تعبر بالأفكار اللي عندها بطريقة مبتكرة ومبدعة. نروح حق المرحلة المتوسطة. مرحلة المتوسطة كانت المسابقة هي إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، شلون إحنا بنوصل فكرة حق الطالبات إن هذه الأجهزة الموجودة عندك في البيت بدل ما ان احنا نتخلص منها، وممكن ان تدرين ان داخلها مواد ممكن تكون سامه وضاره وتاثر على البيئه، لا احنا نحاول ان احنا نستفيد من هذه الاجهزه بطريقه تخدم المجتمع ككل، ومنها نحافظ على البيئه. فبهالمرحله المتوسطه اعطيناهم برامج تدريبيه في اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه، اعطيناهم طريقه الاستم. طبعا هذا الاستم هو منهج علمي يدمج بين الهندسه والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، يعني راح يزيدهم عفوا خبرة في أنهم يتعلمون هذه الأمور الجديدة في جانب التدوير والحفاظ على البيئة. مو بس بطريقته، فأنا قاعدة أدمج، معناته أنا قاعدة أدمج اللي قاعد ياخذه في المدرسة مع خبراته مع هالأجهزة. وانت شايفين الحين وين أي واحد يحط، وين ما تحطين عينك تشوفين هالأجهزة. فحلو أن احنا نطور منهم من يوم وهم بالمدرسة أن يستفيدوا منها بطريقة صح.
بالنسبه حق خاصه البرنامج التدريبي اللي اعطيناهم اياها، اعطيناهم اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه، واعطيناهم عن طريقه الستم، وهم وقفتهم وطريقتهم، لان هم راح يكونون امام لجنه تحكيم، فنبي نسقل مواهبهم شلون طريقته يوقف، شلون يتكلم، شلون انه مثلا تعبر عن البحث اللي هو اشتغلت فيه. اما بالنسبه حق مرحله الثانويه هي المسابقه منهج ستم. طبعا منهج ستم كنت تكلمت فيه قبل شوي، انه منهج علمي قائم على 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 الرياضيات والعلوم والهندسه والتكنولوجيا، من خلاله انه يسوي لنا مشروع يكون علمي ممكن ان احنا نستفيد منه. حلو. من خلال دمجه حق هذه المهارات. حلو، مثل شنو يعني؟ هل في مشاريع طلعت من هذه المرحله تحديدا كانهم قاعدين يبدون مشروع؟ طبعا عدة مشاريع وافكارهم كانت جدا راقيه، ان شاء الله باذن الله عقب ما يكون هناك في نوصل حق مرحله التحكيم ونشوف، نامل انه يكون عندنا استضافه ثانيه، ان نشوف مع الطالبات نفسهم، مع المعلمات المشرفات، لان لا ننكر حتى جهود المعلمات، جهود المدرسه بعد هذه نفسها. وطبعا هذه المسابقه احنا الحين قاعد نتكلم فيها مبدئيا تكون في على مستوى الكويت. نعم. هذه المسابقة بعد ما ياخذون المراكز الأولى في الثلاث المسابقات راح يدخلون فيها على مستوى الخليج. حلو. إن شاء الله نأمل إن شاء الله يكون عندنا بعد على مستوى الوطن العربي إن شاء الله، يعني ويرفعون رأس لبنات الكويت دائما في كل المجالات وخاصة المجالات العلمية. إذا نبي نتكلم عن إجراءات التسجيل عندكم في مثل هذه المسابقات، هل في مثلا جهة معينة إذا الطالبات حابين يروحون ويقدمون عندكم؟ أي طبعا، هي بداية هذه ما تخص منطقة أو تخص مدرسة معينة، هذه إحنا أساسا كان من مبادرة ابتكار الكويت. طبعا هذه المسابقة مسابقة الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح من منبرة سعد. هذه المسابقة كل موسم يكون عندنا يصير فينا تعاون بيننا مع وزارة التربية، فتكون نشرات من تطلع من الأنشطة حق جميع مناطق الكويت والمدارس، يوضحون لهم فيها نوعية المسابقة، أهدافها، شنو الشروط، شنو القوانين اللي ممكن أن أي طالبة تقدر أنها هي تشترك فيها. نعم. فإن بعدها توصل لنا عاد مشاركات من خلال الموقع أو من خلال مقر المبرة هي نفسها، فيصير فيها تسجيل. حلو، يعني في نوع من المنافسة أكيد في هذا المجال وبين الطالبات، المستويات اللي قاعد تقدم عندكم شلون شايفتها دكتورة من وجهة نظرك؟ للأمانة في إبداع، ومحتاجين مثل ما تقولين من يحتضنهم، محتاجين من انه ياخذ بهالافكار اللي هم عندهم اياها ويعطيها قيمه، وانه نامل ان شاء الله يكون في هناك جهات، واحنا بفضل رب العالمين عندنا في ديره الكويت اكثر من جهه تحب ان هي تحتضن هذه المواهب وتطورها. هل في شروط معينه في اختيار الطالبات اللي ينضمون للمسابقه؟ ما في شروط معينه، على كثر ما ان لما المبادره منها احنا نقبل الكل، لكن التزامها في القوانين والشروط اللي موجوده في المسابقه هذه انه لازم ان هي تتقيد فيها. لكن المجال مفتوح حق الجميع بالشروط اللي موجوده، يعني مثل بالمرحله الابتدائيه المتوسطه الثانوي. نعم، بصراحه انا اشجع فيكم هذا التركيز على إبداع بنات الكويت في المجال العلمي. هل في حماس من قبل الطالبات في أنهم يقدمون في مثل هذه المسابقات؟ خاصة ما شاء الله قاعد نشوف في إبداع، مشاريع وبحث علمي في الموضوع، فشلون شايفه حماسهم هم شخصيا البنات في هذا الموضوع؟ للامانه يعني شوفوا، اكثر شيء اللي لمسناه يوم كنا اعطيناهم البرنامج التدريبي. نعم. البرنامج التدريبي استمر من ثلاثة ايام، شفنا ان الحماس فيهم والابداع اللي قاعد تفاعلهم مع المدربين اللي موجودين في الدوره جدا راقي، حسينا ان فيهم تعطش ان بعد نبي، يعني خلي يستمر البرنامج بعد اكثر من ثلاثة ايام. نعم، وانا ايضا عجبني اسم المبادرة. أكيد. يعني ابتكار الكويت وتركيز على العطاء، والعطاء يكون للوطن، والتميز دائما يكون للوطن، فهالشيء اكيد راح يعطي الطالبات تشجيع اكثر في انهم يطورون من مستواهم العلمي. اكيد اكيد، يعني اي شيء سبحان الله لحمل اسم الكويت، يعني فخر حق كل طالب او طالبه انه مثل ما تقولين انه تسعى وتحس ان الاسم انه لا لازم انا اعطيه حقه واكثر. نعم. اني انا اوصل، ونأمل
نامل ان حق طالباتنا ان شاء الله باذن الله يحصلوا المراكز إن شاء الله. والاول والثاني والثالث، والمراكز الاولى راح تبالي في تدخل فيها منافسات مع دول الخليج، ونتمنى حق الفوق الفوز حق الافضل ان شاء الله ان شاء الله، ولبنات الكويت ان شاء الله فالهم الفوز. دكتوره شلون شفتي التفاعل ما بين الطالبات والمعلمات في المسابقه والمبادره؟ الحمد لله شفنا ان التعاون جدا جدا طيب. نشوف ان طبعا احنا دائما نقول حق المعلمات ان انتم دوركم اشراف ارشادهم، لا يصير مثل الفكره تكون فكرتك انت كمعلمه، فدائما نحرص ان الفكره تكون فكره الطالبه، دخولها حق المسابقه تكون هي من رغبتها، من رغبه الطالبه نفسها، المعلم كاشراف كتسهيل مهمه، كاذا مثلا احتجناهم في برامج تدريبيه، لجان تحكيم كدعم دعم، او ان هي تشرف على المشروع، لكن الفكره لازم تكون من الطالبه هي نفسها. نعم. حتى ما في اجبار، يعني دائما نقول لهم ما يكون ان دخول المسابقه فيها اجبار، لا، لازم من الطالبه هي نفسها تكون حابه ان تشارك. نعم. فيها. دكتوره مبادرتكم صار لها كم سنه؟ 4 سنوات تقريبا. طبعا هو لا، المبادره اكثر من هذا، أكثر. يعني من بدات تقريبا من سنه 99، عندها عده انجازات. نعم. لكن يعني المسابقه من كم سنة انطلقت من ضمن يعني المبادرة؟ يعني من 99. نعم. انطلقت هذه المسابقة، من 2011 بدت أن لا. نعم. صار فيها بشكل أوسع، صار فيها لا دخلنا الخليج، وقاعد أقول لك إن شاء الله بإذن الله نأمل أن بعد تكون فيها على مستوى الوطن العربي. شلون شفت التطور في مستوى المبادرة؟ يعني أكيد من سنة لسنة في أي تجربة، في أي مبادرة، في أي مشروع يكون في تطور وفي تميز اكثر، شو الجديد عندكم لهذا العام؟ ان شاء الله باذن الله، يعني في المميز اللي في هذا العام طبعا البرنامج القيم اللي اعطيناهم اياه، البرنامج التدريبي، نامل ان ان شاء الله ان شاء الله السنوات القادمه تكون فيها مسابقات بنوعيه تكون احدث، وخاصه ان احنا قاعدين ناخذ جانب التكنولوجيا، وانت شايفه انه يعني الحين التكنولوجيا غزت كل بيت بكل مكان، فليش ما ان احنا نستفيد منها بطريقه هم إعادة التدوير، ومنها أن الطالب نفسها إذا حست أنه والله راح تستفيد منها راح تعرف الأجزاء فيها طبعاً. فصير عندهم شغف حق المعرفة والبحث، شغف حق أن تعرف شنو هالأجهزة الموجودة داخل. نعم، كل شكر لك دكتورة عايشة الهولي، نورتينا في شاي الضحى، وخلونا الحين ننتقل لزاوية ثانية من الاستديو ونروح حق زميلتي.